لسه مكملين معاكم مساء الخير يا رمضان. لسه معاكم باسم كميل وساري عبد السلام، وبنتكلم النهارده عن العمليه ميسي. العمليه ميسي، سؤالنا هو تتوقعوا ميسي هيسافر ولا المخابرات المصريه هتمنعه؟ اول حاجه هيحاولوا ياجلوا سفره لفتره. تاني اجابه عايزه اضحك ليه؟ تاني اجابه هيسيبوه يسافر. تالت اجابه هيمنعوه من السفر. على فكره انا الكاميرا مان مضايقني كلهم، انا مش قلت لكم حسابنا على الهوا؟ ما بيرضوش يضحكوا واحنا على الهوا. بعدين اول ما نخلص الفاصل الاقي ضحكه قد كده اهم. انا ما نفسي اجيبكم والله العظيم. طب يا جماعه احنا تقريبا هنغير سؤال الحلقه وهنسال ازاي الكاميرا مان يضحكوا واحنا على الهواء. ازاي؟ لا لا، وعلى مين وشوشوا بعض بيضحكوا على ايه؟ بيضحكوا على ايه؟ ويقولوا لي ممكن نكلمك على الهواء، هتقولوا ايه؟ انا بره الهواء كيوت وجوه الهواء كيوت، اثبتوا بقى. يلا خلاص. اوقات بحس ان انا ما اعرفهاش. وحياه ربنا خدت الطريق اصلا. قلت لهم انا كلامي مش معاكم، كلامي على الهواء بس. خلاص انا عملت اللي عليا، انا ارتحت. واي دو ذات؟ هديت. واي دو ذات؟ خلاص. طيب كمان مره افكركم بكل الارقام بتاعتنا اللي تقدروا تبعتوا لنا عليها الاجابه صح. تقدروا تكلمونا من اي تليفون محمول على 2205 او من اي تليفون ارضي على 0999 55، او تقدروا تبعتوا الاجابه الصح، رقم الاجابه الصح، على رقم الاس ام اس 95181. وبعد ما تكتبوا رقم الاجابه الصح اكتبوا اللي انتوا عايزينه، والتصويت شغال لحد بكره ميعاد الفطار. تتوقعوا المخابرات المصريه هتعمل ايه مع ميسي؟ هيحاولوا ياجلوا سفره ولا هيسيبوه يسافر ولا هيمنعوه من السفر؟ رقم 3 طيب. هيمنعوه من السفر. انا شايف عامه انه، ولا اقول لك تعالى ناخد اول عمر من القاهره. عمر مساء الفل عليك. عمر ايه اللي حصل؟ الو. طيب. عمر في الطياره. الو الو. عمر مش معانا من القاهره. معانا نبيله من القاهره. الو الو. بلبله ازيك يا طنط؟ ازاي طنط ايه؟ ليه كده بقى؟ لولو قولي لي يا ست، سامعين حاجه زي ما كنتوا؟ طنط سالي عبد السلام. يا نبيله ازيك؟ انا مش طنط، انا سالي عادي خالص. يا نبيله قولي لنا سالي وباسم على طول، ولا طنط ولا انكل ولا حضرتك ولا حضرتك ولا الكلام ده خالص. والله يا انكل عشان تحس الاحساس اللي انا حسيته. قهره كده طنط. قولي لي يا حبيبتي انت عندك كام سنه بقى؟ ايه عندي 10 سنين. 10 سنين؟ ايه ده، احنا الفرق بينا ما يجيش 10 سنين. طنط ايه؟ لولو اتفرجتي على المسلسل ولا لا يا حبيبتي؟ انتوا فرحانين كلكم فيا. طب قولي لي بقى، تتوقعي المخابرات المصريه هتعمل ايه؟ هيسيبوه يسافر. هيسيبوه يسافر؟ هيسيبوه يسافر؟ لا انا عايزاكي تجاوبي اجابه ثانيه. طب قولي لنا، طيب الاول اشمعنى هيسيبوه يسافر؟ يعني عشان هو شايفين ان ده اكتر واحد تقريبا هيبقى ينفع للعمليه دي. هل انت شايفه ان المخابرات المصريه واثقه فيه؟ يعني شويه شويه. بلبل انت كلمتيني قبل كده صح؟ وطلعتي معانا على الهوا. حد قال لك يا حبيبتي من كنترول تقول لها يا طنط؟ لان انا شاكه دلوقتي. طب واضح ان انا هسيب الهوا واخش. انا هطلب منك طلب دلوقتي حالا، كل مره تكلمينا طنط سالي عبد السلام وباسم كميل، ايه رايك؟ حبيبتي انا زي طنط. انت وقت ما تحبي. لولو انت لسه معانا؟ ده انا هوريكي حاجات حلوه يا لولو، هتتفرجي على الكليب وهتنبسطي مننا انا هكسبك حتى لو اجابتك غلط يا لولو. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي ليكي جدا يا لولو. ميرسي. ميرسي يا ابو لولو، كلمينا دايما والله بحبك. وانا كمان. باي باي حبيبتي، باي. طيب اقسم ممكن بالله الحركه دي معموله من كنترول؟ لا 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 مش انا شاكه، اقسم بالله شكلها كده. لا لا لا، هي حساكي طن سالي عبد السلام في ايه يا جماعه؟ طيب طب سالي تعالي نتكلم عن الاختيار الثالث عشان نحاول نلخبط الناس. طب مش هيبقى قضيتنا طنط سالي ولا مش طنط سالي؟ لا يا باسم طنط. طب ابله كويسه؟ ليه ابله؟ لا. طيب الاختيار الثالث بيقول ان هم هيمنعوهم من السفر. انا منى عملت قليل مره من القاهره، بس انا عايزين نناقش شويه بس الاختيار الثالث. ثواني يا منمون. انا شايف ان هم هيمنعوهم من السفر. اوكي. ليه بقى؟ علشان انا مش شايف انه ميسي جاهز خالص اللي هو يسافر فجاه. لان هو اصلا حاسس اللي هو مكروه جدا، يعني شايف اللي هو لوحده والناس بتبص له بصه غريبه وبصه مختلفه عن بقيه الناس، فممكن يبيعهم في اي لحظه. ده غير اللي هو مادي جدا زي ما قلت لك، ده غير اللي هم مش هيراقبوه كويس اصلا هو في امريكا، فازاي هيسيبوه يسافر كده هو فجاه؟ لا انا شايف ان هم فعلا يسافر. هيمنعوه من السفر. وانا كمان. ايه ده، انت غيرت رايك لثالث مره؟ حلو قوي الكلام ده، حلو قوي الكلام ده. لا اقول لك على حاجه، هم يعني
شايف ان هو ممكن يمنعوه من السفر لان هو فعلا مادي ولو راح هناك هم هيحاولوا يجندوه. هو اول ما سمع امريكا عنيه لمعت كده فهيحسوا انه لا ممكن يتاخد منهم بسهوله. اذا كان اصلا المقدم شريف مش عارف يراقبه كويس وهو هنا صح. اما لو سافر امريكا بقى هيبقى ايه؟ لا هيمنعوه وش طبعا. وش مروه عشان تعرف ان انا مش طنط وعندي مفردات كلام بتاع الشباب بتاع اليومين. ازيك يا مروه؟ الو الو. ازيك يا مروه عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. مساء الفل عليكي. مساء الخير. مروه انت عندك كام سنه؟ عندي 13. 13 اهو ما قالتش يا طنط. ممكن تقولي لسالي مساء الخير يا طنط سالي؟ ما انا عارفه انت هتعمل كده عشان كده باخد منك المكالمه يا غلس. طب لا خلاص. طيب مروه انت متابعه المسلسل من اول ما رمضان بدا؟ اه متابعه. بس انا برضه عايز اسال حاجه، هو بيجي الساعه كام؟ عشان كنت بتفرج عليه الساعه 1 على سي بي سي النهارده ما جاش. هو بيجي تقريبا على سي بي سي 2 بعد ما احنا بنخلص. اه صح يا منى؟ اكيد المعلومه. وبيجي الساعه 8 على سي بي سي. ايوه سي بي سي 2 صح صح صح. بيبدا الساعه 8 قبل مساء الخير على طول، بيبقى الساعه 8 على شاشه سي بي سي 2 كل يوم. والنهارده بنتكلم عن توقعاتك للحلقه الجايه، هل هيسافر ولا المخابرات المصريه هتمنعه؟ لا هيمنعوه. هيمنعوه. الاجابه رقم 3. اه اشمعنى؟ عشان هم اصلا مش عارفين يراقبوه هم جوه مصر. انت بتقولي اجاباتنا يا مروه. انت ما عندك. لا انا عايزه الاجابات اللي انت فعلا واثقه منها، مش اجاباتنا احنا ممكن نكون بنغلطك. انت متاكده من اجابتك ولا لا؟ لا يعني ما فيش حاجه اكيد متاكده منها، بس حاسه ان هم هيمنعوه. حسك الفني بيقول لك ان هو هيمنعوه. اه طيب متاكده بنسبه كام في الميه تقريبا يا مروه؟ متاكده يعني مش ما فيش حاجه متاكده منها، بس حاسه بنسبه 80% مثلا. خلاص متفقين. ميرسي يا مروه، كلمينا دايما. باي باي حبيبتي. يعني 80% نسبه كويسه. حلو. ممكن ال 80% يبقوا صح. معانا سرسور. ساره يا ساره. ساره مساء الفل عليكي. الو. طب هو ساره منى من القاهره؟ انت بتطلعي يعني انت مشيتي ساره عشان منى على اسمك؟ الو. ايوه. ازيك يا منى؟ الله يسلمك. ازيك يا سيدي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روحي. مساء الفل عليكي يا منى. مساء النور. ازيك عامل ايه؟ انا الحمد لله تمام. قولي لي اني اجابه شاكه فيها هي اللي صح النهارده؟ اتنين ان شاء الله. اتنين اللي هم هيسيبوه يسافر. ايوه. اشمعنى بقى؟ علشان يعني بتتولد احداث اكتر وحاجات يعني تشدنا بالمسلسل. طب حلو جدا. انا سامع صوت بيبي بيعيط جنبك، هل ده حقيقي؟ اه ده مصطفى. مصطفى ابنك عنده قد ايه؟ عنده 3 سنين. ربنا يخليه لك. 3 شهور ما شاء الله. ربنا يخليه لك يا منى، وان شاء الله يكبر كده ويلعب بالايباد ونشوف براعم كده. يا رب. يا ميرسي يا حبيبتي. باي باي. باي باي منى. يبقى خلاص منى اجابتها رقم 2. اه وانتي ممكن تقولي لي اخر كلام اجابتك هتبقى رقم كام؟ لا ما انا لو قلت اجابه وطلعت صح هتقعد تقولي انت طيبه قوي مع المشاهدين. لا اصل انت النهارده غيرتي رايك 3 مرات. وانت قلتي قبل كده انت عمرك ما بتغير رايك، النهارده 3 مرات. لا انا بغير رايي، يعني بغير رايي. لخبطت في الكلام عشان هي عارفه اللي هي هتقوله كدب 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 صح؟ بغير رايي وقت بحب اغير رايي. اه يعني برضو انا برضو كان ليا عضو اساسي او عامل اساسي ان انا اغير رايي. ايه هو يا ترى العامل الاساسي لتغيير راي المذيعه سالي عبد السلام؟ يعني مش لازم اطلع بفوازير ومسابقات سهله وانت تبقى فوازير ومسابقات ليه؟ اه يعني هي النهارده شريره بتحاول تلخبطكم جدا. لا انا مش شريره لكن بحاول الخبطكم. طب انا بقول ان هم هيمنعوهم السفر. هيمنعوهم السفر اخر كلام؟ اجابه رقم 3؟ اه. طب انا عايز اقول لك مفاجاه. ايه؟ انا غيرت رايي. كذاب. طب قول والله. ايه؟ صدقيني؟ ايه؟ انا شايف ان هم هيأجلوه السفر. اصل انسب حل لو فكرتوا فيها لازم يقعدوه شويه، يحاولوا ان هم ياجلوا سفر باي طريقه ممكنه، يعيا بقى، يلغوا الطياره، يقولوا الطياره فيها عطل، اي حاجه تحصل ياجلوا السفر لحد ما يحضروك اللي هو نفسيا ويجهزوه، يقولوا هتعمل ايه لما تروح امريكا ومين هيكون بيتابع معاك ومين مش هيكون بيتابع معاك، وبعد كده يسفروا. اهم حاجه لو عرفت الاجابه الصح ممكن تكلمنا من اي موبايل على 2205، ممكن كمان تبعتوا لنا من اي على اي رقم الاس ام اس. تبعتوا لنا ايه؟ تبعتوا لنا على رقم الاس ام اس 95181. ممكن كمان تكلمونا من اي تليفون ارضي على 0999 55. معانا اثار من القاهره. الو. الو. هاي اثار ازيك؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت اسمك اثار ولا اثار؟ اثار. يعني اني واحده فيهم؟ دي تقيله ولا خفيفه؟ انا ما عرفتش حاجه. ها انا بقول اجابه 3. لا انت اسمك اثار ولا اثار؟ الاولى تمام. زي ما انتوا كاتبينه كده. زي ما احنا كاتبينه. انت معانا اثار على الشاشه. اهو. لا بيتنطق ازاي بقى؟ اثار. في اثار. لا في حد بيقول اثار؟ ما هو اكيد مش هيقولوا لها كده، يعني هم بيكلموها زي ما انت بالسلانج. يعني سالي بيقول لك سوسو عادي، اثار يقولوا لها اثار عادي يعني. طب اثار شايفه انهي اجابه هي اللي صح؟ رقم 3. هيمنعوه من السفر. اسبابك ايه لاختيارك الاجابه دي؟
عشان هم اصلا زارعينه عشان يقعد مع جيسي دي، ازاي هيسافر ويسيبها؟ هم زارعينه في المكان ده اصلا فمش هيسفروه. طب ما هي ممكن تسافر معاه. لا لا، هي قالت لي انا هحجز لك انت، مش عارفه بقى. انا بحاول اخبطك، انا دلوقتي بحاول اخبطك، خليكي واثقه من نفسك. قولي كمان مره. عشان هو هي قالت له حجزلك الخميس، يعني ما قاله ما موضحوش هما الاثنين ولا لا، عشان تكفي الفكره دي من دوت. فاللي هما هيمنعوه من السفر. اه، اجابه رقم 3 زي ما انا قلت. برافو يا اثار، ميرسي جدا، وكلمينا دايما على السي بي سي 2. باي باي حبيبتي. طيب عايز افكر كل الناس مره كمان بسؤال النهارده، هل ميسي هيسافر ولا المخابرات المصريه هتمنعه؟ اول اختيار بيقول هيحاولوا ان هم ياجلوا السفر، ده رقم 1، رقم 2 هيسيبوه يسافر، ورقم 3 هيمنعوه من السفر. معانا اخر تليفون معانا النهارده عشان وقتنا قرب يخلص. نور، مساء الفل. ما انت خدت التليفون اللي فات. ايه في ايه؟ اتفضلي، ما انت كنت عماله تكلمي الكرو. اتفضلي. اه، ما انا بغلس على الكرو انهم بيغلسوا عليا. يا نور، مساء الفل عليكي. مساء النور. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. عندك كام سنه نور؟ 14. طب نور، عارفه الاجابه الصح ولا لا؟ اه عارفه. طب ايه هي؟ هم هيسيبوه يسافر. هيسيبوه يسافر ليه؟ هيسيبوه يسافر عشان هم عارفين التدريبات اللي هم يعملوها مش هتجيب معاه نتيجه اصلا. ها؟ مش هيستفيد منها، يعني هم عارفين ان هو هيفضل كده. هو هيسيبوه يسافر، ولما حد هيحاول يجنده متهيألي يعني ان المسلسل هيمشي في ان هو فجأة كده بقى حس بالوطنية وان هو مش هيسيب البلد وهينفعها بقى وهيجيب المعلومات وهيرجع تاني، ساعتها هيكرموه كده. طب نور، عايز اسألك سؤال. لا انت ثانية واحدة، دي اجابة نموذجية. عشان كده عايز اسألك سؤال، هو انت بتكتبي قصص؟ لا، اصل انا حاسس ان انت رتبتي كل الاسباب لحل. اجابه نموذجيه بس هي مش معناها ان هي اجابه صح، بس هي اجابه جايباها بكل ديتيل. يعني انا عاجبني ان هي رتبت كل الاسباب. على الاساس ده بنت الاجابه بتاعتها. فانا بشكرك جدا يا نور. ميرسي، يا رب تكون اجابتك صح يا رب. طيب عامه احنا وقتنا خلص النهارده. انا بس عايز اقول ارقام التليفون عشان افكر الناس لاخر مره. يا جماعه اللي عارف الاجابه الصح يكلمنا من اي موبايل على 2205، او يبعت لنا على رقم الاس ام اس 95181، او ممكن كمان يكلمنا من اي تليفون ارضي على 0900-99-55. التصويت مستمر لحد بعد الفطار. زي كل يوم هقول لكم والله لا كوسه ولا نعرف حد، والناس اللي بتكسب بتبعت من ماره، فجرب يمكن تكسب بس كده. وعايز اقول لكم كمان الميعادنا بكره هيتجدد في نفس الميعاد قبل دلوقتي بساعه، من 1 لـ 2 على سي بي سي 2. كنا معاكم سالي عبد السلام وباسم كميل في مسابقه مساء الخير يا رمضان. تصبحوا على الف خير. باي باي. انتظرنا وشوقنا اليك، جيت يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان.